سي با لابان الكلام الجارح والله الكلام الغيبي ساعة راكي اليوم معاه وغدوة كيفاه كنت موتي وكيفاه تخليه والله كي كبر يولي موراه كيفاش حديري له. حنا الحمد لله مسلمين نعيشوا في حدود اليوم، دائما انا عندي هذه المقولة نقول لهم اذا نامت عيني فعين الله لا تنام واذا غابت عيني فعين الله تراه. انا ام لي 3 ابناء وحبيت اليوم نحكي على ولدي اسكندر هو معايا اللي عنده متلازمه نادره جدا وبوتيتغ كاين بزاف عباد ما يعرفوهاش اللي هي متلازمه 22/13 ولا متلازمه فيلان ماكدرميد. دونك كان عندي ولدي الكبير بيان سور ولات عندي ان بو اكسبيريونس على الاولاد وكيفاش يمشي وكيفاش يحبي وكيفاش يهضروا. ولدي هذا الدوزيام الاج دو 14 موا مازال ما مشاش وما كانش يقول ماما ولا بابا ولا ينطق حتى كلمه، حتى الجلوس كما نقولوا القعد كان ما يعرفش يقعد. انا تما بديت نشك في الحاله تاع ولدي، ومن بعد اشاك فوا ندي عندي دكتور يقولوا لي باللي معليش سي ان بروبليم دو طون، ولدك دمو ثقيل اصبري كاينين ديكا حتى العامين باش مشاو. مي انا كنت في او فون دو موا كنت شاكه باللي ولدي ماهوش حاجه تاع وقت، كاين حاجه اللي راهي ناقصه. وبقيت بيان سور كانت رحله طويله في رحله التشخيص برسك عام ونص. اول حاله ديته للمستشفى عام عند جينيراليست، هو جوست لقى بلي عنده انفيكسيون مي المشيه تاعو ما عجبتوش، قال لي مدام المشيه تاع ولدك ماغري عامين بصح المشيه تاعو انورمال. ومن ثم بدات الرحله تاع البحث عن العلاج ولا البحث عن المرض. ديته عند بليزيوغ دكتور، درت له لي ارام، درت له سكانر، درت له بي ا، درت له او سي جي او او جي، اشاك فوا ما نلقى عنده والو. وهذا الشيء اللي خلاني دائما محتاره وليت نتمنى جوست نعرف ولدي واش بيه. ومن بعد نصحوني بدكتور رزقي حنان اللي نحييها من هذا المنبر، هي طبيبه اعصاب واطفال، عطاتني ندير له لو كاريوتيب ولا تحليل الاديان. بيان سور انا لا بروميير فوا ما نكذبش عليك جاتني حاجه بيزار باسكو حنا نعرفوا باللي لاديان جوست لاثبات النسب، مي فريمون هذا الاناليز راهو تري امبورطون. ماذا بيا لي بارون ولا اي واحد يعني الا كان شك في اي حاجه يدير هذا التحليل باسكو تحليل مهم باش يعرفوا لي بارون اسكو ولادهم عندهم ان بروبليم دو كروموزوم. لي ريزولتا تما عرفت باللي ولدي عنده 22/13. هي سهلتها لي بسطتها قالت لي سي ان بوتي ديليسيون، مي فينالمون ماهوش ان بوتي ديليسيون، هو صح صغير بارتي 13 مي عنده بزاف لي سيندروم لي اثروا على الخلايا العصبيه تاع الطفل والله على وليدي. سي ان سيندروم لي عنده اعراض مختلفه من طفل لطفل، وبصح الاعراض اللي عند ولدي والمتشابه فيها مع الاولاد وحيد اخرين هي صعوبة التعلم، فقدان القدرات المكتسبة، عدم النطق أو عدم الكلام، ولا كان يهضر غير كلكو مو. عندهم ليبوتوني ولا ارتخاء في العضلات ولا في ضعف العضلات. عندهم الإسهال ولا الإمساك الحاد، سا ديبون في نهار واحد قادر يكون عنده إمساك ولا عنده إسهال. هيبر أكتيف وما يقدرش يقعد في مكان يعني مغلق المده طويله. سي بور سا اليوم ما قدرش يطول معايا في القعده، يعني غير هذوك لي كلكو سكوند ولا مينوت اللي قعد سي ديجا رانا درنا حاجه مليحه. وما كانش في بالي باللي راح نوصل النهار ونلقى بلي ولدي عنده هذا المرض النادر اللي برسك الحالات المعلن عنها هي 1500 حاله في العالم كل، يعني بالك انا الحاله رقم واحد في الجزائر. كي تكوني انت وحدك في المجتمع اللي فيه مرض نادر وماهوش معروف ما تلقاي حتى سوليسيون، ما كان حتى واحد يوجهك ولا واحد ينصحك. الوغ التجأت فقط اني نتعامل مع الاساس انه الطفل توحدي، يعني تعديل سلوك، ادماج في المجتمع، نلجؤوا لبسيكو موتريسيتي. البروغرام ماشي عادي، صباح نديه يقرا ومن بعد يرجع للدار. بيان سور راني مع شغالات الدار مع خوه اللي يقرا شوي مع خوه صغير، واشاك فوا ولا شاك كاردور ولا اونور ندير له يعني دابخي واش يعطيوني لي زورتوفونيست ندير له جلسه في البيت. الميساج اللي حابه نوصلو سي كو لي بارون ما يكتفيوش بان دكتور واحد فريد اللي يقولها ولدك فيه كذا تقنع. حبيت نوجه رساله للمجتمع الجزائري بصفه خاصه ونقول لهم بلي حنا رانا مسلمين مأمنين بلي اي حاجه تجي لنا عند ربي راهي ابتلاء. سي با لابان الكلام الجارح والله الكلام الغيبي، ساعة راكي اليوم معاه وغدوه كيفاه كنت موتي وكيفاه تخليه والله كي كبر يولي موراه كيفاش حديري له. حنا الحمد لله مسلمين نعيشوا في حدود اليوم، دائما انا عندي هذه المقوله
نقول لهم اذا نامت عيني فعين الله لا تنام، واذا غابت عيني فعين الله صراعه. لي جون اللي يحبوا يعرفوا بليزيور دي زانفورماسيون على هذه المتلازمه يحوسوا غير في الفيلان ماكديرميد سيندروم نور ان او ار دي، راح يلقاو تو لي زانفورماسيون اللي تهمهم على هذه المتلازمه.